رشيد شو واش طالع؟ سي خالد الوسائل المشبعه ومشاهدي جريده تعبير مباشره من الدار البيضاء معنا المشجع الشهير خالد مول دعوه. خالد بعد خرجه ديال سعيد ناصري يوم امس الاحد شنو هو الرد ديالكم عليه نتوما؟ الرد ديالي كنقول ليه باللي كتعرف ديال المسرحيات باللي كتعرف تمثل باللي كتعرف تبكي باللي كتعرف تضحك على الجماهير الوداديه الواقع اللي عندك او المول اللي كتعيش فيه الظروف الخاصة والشخصية ديالك والمشاكل الشخصية ديالك لا علاقة لها بكرة القدم لا علاقة لها بفريق الوداد البيضاوي. التأثير ديالو من خلال تتبعنا المتواضع أنه الشأن الرياضي والكرة القدم فريق الوداد البيضاوي ومن خلال أننا جلسنا مع بعض الإعلاميين والصحابيين المهتمين الكل كيتكلم باللي المشكل ديال النصير اثر على اللاعبين وماشي مشكل ديال المدرب وماشي اي حاجه لا مريقيه ولا السماصيره كما كيهضروا بعض الناس السماصيره دايرين بالملعب خص الشطاب خص الغربال هذه هضره ديال السوق خص الرئيس يمشي بحاله بالاخر خص الرئيس يمشي بحالاته وانا ماشي ضده ماشي انني مع شي رئيس اللي غادي يجي ولا موجدو ولا كان باش كنمجدو باش غادي يولي رئيس. التسيير ديالك خطأتي ارتكبتي اخطاء اثناء التسيير ما يقولش لي شي واحد باللي انه الناصري جا وجات الالقاب 8 ديال الالقاب او 9 ديال الالقاب راه ضيعنا اكثر من 26 لقب اللي لعبنا عليه وضيعناه راه جاب تقريبا كل عام كيجيب 20 لعاب وتا واحد ما كيصلح الفريق والخزينه ديال الوداد هي الخاسره. لا يعقل انك تشري تقريبا كل عام 2 مليار ديال الاثمنه التسويقيه ديال اللاعبين تقريبا وفي الاخر ما يزلق لك حتى واحد وغادي نقول لك وغادي تقول باللي انه انا كنتحمل ومن كتقول تحمل المسؤوليه ودائما كل 6 شهور 5 شهور كتخرج في وسائل الاعلام وكتقول لهم انا هو المسؤول انا هو المخطئ انا وكلش وكيفاش انت هو المسؤول انت المخطئ وشكون اللي غادي يحاسبك؟ احنا حاسبناك قلنا لك اسيدي ما صالحش قلنا لك اسيدي على ديك الانتدابات علاش نشوفوا فريق الوداد فريق كبير عنده الخزينه عامره كاين الفلوس تيجيب لعابه مخبورين من الهواش ما تيجيبش لعابه بحال الاهلي بحال جميع الفروق اللي تنعرفوا. شوف شوف الوقيته اللي ما كتكونش التسيير في المستوى الوقيته اللي كتكون لا محاسبه لا حتى شي واحد السي النصير ديال الوداد البيضاوي بحال الزريبه بحال ديالو ديال والديه كيدير فيها ما بغى كانها تسمى بحال الشركه ديالو ديال والديه بحال شي مصنع امر شرفاء نزهاء سيرها مسيرين في المستوى كانت عندهم غير على الوداد كانت عندهم غير على الوداد كانوا كيسيروها بدون هاد الاموال اللي كتدخل بدون هاد الشيء ولكن كانت الجمهور العامه كاين التوضيحات كاين التوضيحات ماشي تقول لي تقريبا 4 مليار دخلات وخسرنا 2 مليار ونص الطائرات لان الوداد كيمشي بطائرات خاصه وكيتموجعين والملعب يلاه كتشيط منه 60 مليون من بعد كتدخل 250 مليون 300 مليون واش كتضحك على الجماهير حنا ما كنحاسبوكش باش غادي تعطينا الفلوس ولا غادي تعطي الجمهور ولا غتقسم عليهم ولكن هاد التسيير ديالك الاحادي العشوائي الاتجاهي توي ما عندكش مكتب كتخاف من الاطر الوداديه اللي كانت كتلعب في الوداد باش تطيني بالفرق ديال الاكاديميه كتخاف لا يديروا عليك انقلاب ولا يبقاو يهضروا عليك ولا يشدوا بك النميمه ما عرفتش انا هذا الشيء جريتي عليهم كاملين قلتي بعض الاطر كدير الدراري الصغار كيتخلصوا من عند والديهم هذه قلتي انتيا علاش هاد الاطر الوداديه ولا اللي كانت المدربين يتخلصوا من عند الوالدين ما ياخذوش حقهم يتخلصوا من عندك ثلاث شهور قال لك كتعجب كتهضر هكذا وهضرتي وكدير التهمه على فريق الوداد على تاريخ الوداد حشومه عيب وعار هادشي اللي وقعتي راه مهزله واي ودادي غيور حنا غيورين على الوداد بغيناها في القمه بغيناها في المستوى بغيناها بلاعبين بغينا باكاديميه في المستوى ما بقيتوش كتهتموا بالدراري الصغار بالخلف ما كاينش لعابه في الجونيور ولا في الامل كانوا شحال هذه اللعابه كانوا كيلعبوا في المنتخبات ما بقاوش تلعب من الوداد في الجونيور ولا في الكادي
ولا في العمل كيلعب مع المنتخب حتى شي واحد. اذا ما بقاش لا اهتمام لا بالقاعده. اللاعبين كتبغيو تقول تجيبوه جاهز هو تقريبا زرق زرق ما يصلحش يلعب حتى في الهوات. كيفاش غادي يلعب مع الوداد؟ هادشي راه كضحكوا به راه كضحكوا به. ماشي شي واحد يقول لي لا كتنقص عيب السي الحاج ما العيب احد. ما عندكمش الجرأه باش تهضروا، ما عندكمش الجرأه باش تقولوا الواقع المر اللي كيعايشه الوداد البيضاوي. لو كان شي مدينه اخرى كنخرجوا الجماهير للشارع وطالبوا بالرحيل ديال السي الناصري، لانه المشكل الاساسي راه ماشي في اللعابه ولا في المدرب، وهو التسيير في المشكل اللي عند الرئيس هو اللي خلى اللاعبين غايبين على التيران، غايبين نهائيا. ما كاينش الوجود ديال المورال ديالهم ما كاينش في الملعب، كانوا ناس واقع كارثه حشومه وعيب هذا الشيء. واي واحد ما كيتكلمش الحقيقه وكيهضر الكواليس من غيدير لقاء مع السي الناصري راه تا هو كيساهم في الفساد وكيساهم في التسيير العشوائي ديال الوداد. ماشي باش غنتم جاي من تجي يقول الاسئله الصحفي تلقى الرئيس، ماشي تهضر الكواليس تقول شكون اللي اشمل الاسئله اللي غتعطيني. قول لي هاد الاسئله وما تقولش لي هاد الشيء، هادشي عيب وعار هادشي اللي كتهضروا عليه. بارك الله فيك.